مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم يلا شباب. نحن الآن من داخل مؤتمر الاستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي المجتمع المدني والتنمية المستدامة الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بمدينة الأقصر، فأهلا بكم. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي التلفزيون المصري وقناة طيبة، ومن خلال هذا المؤتمر الدولي مؤتمر الاستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي المجتمع المدني والتنمية المستدامة والذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب، سنلتقي بطبعا صاحبة هذا المؤتمر ومنظمة هذا المؤتمر الأستاذة الدكتورة هدى جلال ياسة رئيسة اتحاد المستثمرات العرب. دكتورة هدى، أهلا بك معنا عبر التلفزيون المصري وقناة طيبة. أهلا بقناة طيبة الغالية على قلوبنا كلنا. يعني افتتاح كما كان متوقعا رائعا بحضور كوكبة كبيرة، نلقي الضوء أولا في البداية على أولا انطباع حضرتك على هذا الحضور المهم سواء على المستوى الشعبي والتنفيذي ومن كافة الدول. الحقيقة الافتتاح جاء كما توقعنا، حضور أربع سيدات أول، زوجة حرم رئيس صربيا، زوجة حرم رئيس النيجر، أخت رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حرم وزير دفاع الكونغو، ممثلة رسمية بخطاب رسمي من رئاسة جمهورية موريتانيا لفخامة حرم رئيس موريتانيا. فوجود هذه الشخصيات ذات الثقل السياسي واجتماعي واقتصادي الحقيقة كان ليه دور كبير، وأهم ما في الموضوع رعاية دولة رئيس الوزراء جمهورية مصر العربية لهذا المؤتمر. وكنا سعداء وفخورين ان في التنظيم كانت البدايه باحنا القينا الضوء بفيلم تسجيلي عن منجزات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده عمل اشاده من الناس كلها وابهار. اذا كان على روسيا اللي كانوا موجود وفد كبير من سيدات اعمال روسيا، كوريا الجنوبيه بقياده جنرال كونغ وفد كبير من الدكاتره ومن كبار رجال اعمال ومن المسؤولين في الدوله، من بلجيكا، من سنغافوره، الحقيقه وكل الدول العربيه طبعا ومشاركتها جامعه الدول العربيه ورعايتهم، مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه ورعايه مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه، عمل الحقيقه حاله ان كل الناس جايه. واحنا قلنا بنطلق النهارده مبادره مهمه جدا وهي مثلث النجاح. ما بقاش في وقت ان احنا نشتغل في جزر منعزله، النهارده جه اليوم ان كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، حكومه، مجتمع مدني، قطاع خاص، عشان نقول كلنا موجودين للدفاع عن بلادنا وعن رئيسنا وعن اقتصادنا. أزمات في العالم كله، أزمة اقتصادية بتقود العالم كله، لازم نتكاتف عشان نقف مع بعض ومع حكومتنا، مع رجال الأعمال، سيدات الأعمال، مجتمع مدني، جمعيات أهلية، اتحادات، كلنا نتكاتف ونفكر سوا ونشتغل از وان تيم. وده اللي فخامة الرئيس طالبه، وده اللي هو عامله من خلال الحوار الوطني. حاجه مهمه ومميزه في هذا المؤتمر ان هو بيحل المشاكل على ارض الواقع، جلسات مباشره ما بين المستثمرين وانفسهم، ما بين المستثمرين والحكومه، ما بين المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني. هو ده الواقع، هو ده الهدف، هو ده تحقيق مثلث النجاح. مصر مكتوبه لابني،
لابني وابنك واجبني انك مشاركني بتبني معاك واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية طوبة فوق طوبة وابني مصر مكتوبة لابني لابني وابنك واجبني انك مشاركني بتبني معاك مشاهدينا الاعزاء وعلى هامش مؤتمر الاستثمار العربي والافريقي والتعاون الدولي المجتمع المدني والتنميه المستدامه ويسعدنا على هامش هذا المؤتمر من خلال التلفزيون المصري وقناه طيبه ان نلتقي بالشيخه مرايم الخير من دوله الكويت الشقيقه. شيخه مرايم اهلا بك معنا عبر التلفزيون المصري وقناه طيبه. اهلا فيكم اخواني وحبايبي اهل مصر الطيبين، والله انا تشرفت اليوم في هذا اللقاء مع الاخوان من بلدي الحبيب وامي الحبيبه مصر الغاليه علينا كلنا. يعني شايفه هذا التجمع العربي الافريقي ممكن ازاي نستفيد منه ازاي؟ اولا التجمع الاستثماري استثمار الحب بيننا عشان توري امي مصر توري العالم كيف هي تجمعهم مش علشان الفلوس ولا عشان الاستثمار، عشان نصير قلبا واحدا يعني اخوان وحبايب وحب يكون بيننا. الاستثمار هو الحب بين قبل ما استثمر معاك لازم ارتاح لك، لازم تكون اخ وحبيب وهذا اللي يجمعونا، ودائما ماما مصر تجمعنا على الحب وعلى حب الخير والخيرات. أكيد يعني. هذا هو، فاحنا اليوم جامعتنا امنا مصر والدكتوره هدى بنت من بناتها عشان اي عندك انت مشروع، هذا عنده مشروع كمساعده للجميع. ودول افريقيه كنا بالاول الدول العربيه والان جمعتنا مع الدول اخواننا الدول الافريقيه نعرف بعض نستثمر مع بعض نكون يد واحده قلبا وقالبا مع بعض. شيخة مرايم يعني لكل من اسمه نصيب يعني ومرايم الخير، وانت طبعا لك باع طويل في مؤسسات المجتمع الخيريه سواء في الكويت او في الدول العربيه، ايه اللي من وجهه نظرك شايفاه حضرتك ان يبقى في تقارب او في نقل تجارب على الاقل بين الدول العربيه والدول الافريقيه في مساعدة مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، في مساعدة الأسرة الصغيرة المرأة المعيلة وما إلى ذلك يعني. نعم أنا لله الحمد من أكثر من 25 سنة وأكثر ماشية بهذا الطريق، وكان معي الله يرحمه الشيخ المرحوم يعلى بالجنة الشيخ علي صباح الناصر، وكنا يعني يد واحدة في هذا العمل الخيري. عندي بنات هنا بمصر من عمرهم شهر والآن 22 سنة، 12 بنت وتخرجوا تقريبا على وجه تخرج، زوجت سنتين منهم والحمد لله، وبعدين ماسكه عندي فريقي في اندونيسيا للمكفوفين والى نعمل لهم العمليات وعملنا لهم بيوت، ماسكين كمان اليمن مسكت اليمن وموريتانيا وسوريا على الحدود مع يعني وما يعني واهم كمان مشاركه مع بعض الجمعيات الخيريه. طبعا هذا من الله سبحانه وتعالى هبه لنا من الله، وكلنا يا العرب المسلمين يحبون الخير الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم وجميع امه محمد. وعندي الان كمان في داعيني اني اكون على المعوقين كمان ان شاء الله في دوله اخرى.
ان شاء الله. فهمك بالنسبه لمثل هذه المؤتمرات، حضرتك قلتي في البدايه ان اهم حاجه يبقى في خير وحب وود طبعا في البدايه، لكن في النهايه يهمنا برضو ان مثل هذه المنتديات وهذه المؤتمرات تخرج بتوصيات على الاقل يستفيد منها الجميع سواء عرب او افارقه. واهم اهم شيء الثقه في العمل. يعني اذا انت تبي تجي تعمل استثمار معي، اذا ما كان بيننا ود وحب وثقه فما ممكن نستثمر. عشان كذا انا حرصت على استثمار الحب والثقة قبل استثمار المال. نعم. هذا هو. لا أكثر. نعم هذا شيء مهم طبعا. اذا انا بشتغل معك وما بين الثقة وما بين كيف اشتغل معك؟ نعم. اهم شيء. نعم. فعشان انا بستثمر اموالي او وقتي اهم شيء اني انا اكون ثقة مع الانسان اللي بستثمر معه. نعم. سواء دولة سواء بيرسن، يعني الانسان نفسه. نعم. اخيرا لو قلت في خصوصية للمرأة خاصة وللفتاة، شايف حضرتك ايه القضايا اللي ممكن يساهم فيها مؤسسات المجتمع المدني والخيري لدعم الفتاه سواء لمواجهه التحديات خاصه في العالم الثالث؟ والله انا ودي انصح بناتنا اتجاه الى الدين، الى القران، الى احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا تقريبا قاعدين نشوف اشياء مع الاسف بدوا يبتعدون عن ديننا، وهذا بعد هم قاصديننا يبعدوننا عن ديننا عشان انت عارف. لكن لا، الحمد لله يعني في حكوماتنا مؤسسات تقدر تواجه الحاجات دي ازاي، خاصة في ظل عالم متغير وعالم سريع التطور، يعني في ظل الهاي تكنولوجي. احنا قاعدين نعطي وننصح ونتكلم وفي اجتماعاتنا وننورهم بناتنا. بالعكس يعني احنا عندنا، انا قاعد اشوف هنا ما شاء الله يعني اللي شفته، ما اقول احنا في الحين اللي هم قاعد يشوفونا، لا عندنا بالعرب يعني حضرتك متفائلة يعني ايش اقول لك 90%. طوبة طوبة وابني، مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك واجبني انك مشاركني بتبني معاي، واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. طوبة طوبة وابني، مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك واجبني انك مشاركني بتبني معايا، واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. ابني طول ما في جمال، ابني لنهاية الحياة، حط مصر قصاد عيونك، ابني وحد الاتجاه، يلا نهتف ونورايا. مشاهدينا الاعزاء، وعلى هامش المؤتمر الخاص بالاستثمار العربي والافريقي والتعاون الدولي المجتمع المدني والتنميه المستدامه الذي يعقد بمحافظه الاقصر، يسعدنا نلتقي بضيفتنا الكريمه الدكتوره سهى بهجت مستشار وزير السياحه والمتحدث الرسمي للوزاره. الميكي دكتوره معنا عبر التلفزيون المصري وقناه طيبه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتوره سهى. يعني في كلماتك امام المؤتمر تحدثتي عن الاستثمار خاصه في القطاع السياحي، وخصصتي ايضا ما يتعلق خاصه بالمراه. يعني كيف ترين ان هذا المؤتمر فرصه ايضا لتحقيق افاق اوسع في ما يتعلق بالاستثمار السياحي؟ الحقيقه المؤتمر فرصه عظيمه جدا الحقيقه للتعارف وللتبادل الخبرات، وفي نفس الوقت ايجاد الفرص. الحقيقه احنا بيحضر المؤتمر نخبه كبيره جدا من المستثمرات العرب الحقيقه، وبيحضر كمان مجموعه من رجال الاعمال، وبيحضر شخصيات هامه من كل الدول الافريقيه والدول العربيه. فالحقيقه هي كانت مناسبه طيبه جدا ان احنا نعرض فيها الانجازات اللي بتتم على ارض الواقع، وخاصه في مجال السياحه والفرص الكبيره اللي موجوده عندنا
في الاستثمار في المجال السياحي، وفي نفس الوقت تعظيم دور المرأة اللي احنا فعلا حاليا بنلمسه بشكل كبير جدا في جميع المجالات، وتشجيعها على الدخول في مجال الاستثمار وفي جميع المهن والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة. كيف يكون التقارب في هذا المؤتمر بين مثلا صناع السياحة من القطاع الخاص وبين الجهاز التنفيذي المتمثل مثلا في وزارة السياحة وجهات أخرى، تقريب وجهات النظر يعني؟ ويمكن عرفت أن هيبقى في جلسات خاصة بين المستثمرين وبين الأجهزة التنفيذية ومنها وزارة السياحة طبعا. اكيد طبعا حضرتك، احنا طبعا زي ما قلنا ويمكن المؤتمر الاقتصادي اللي تم عقده منذ ايام كان في يعني محور خاص عن السياحه. السياحه احد روافد الاقتصاد القومي في كثير من الدول وطبعا في مصر، فهي الحقيقه وسيله سريعه لضخ العملات الاجنبيه، واحنا الحقيقه يعني بنحتاجها في الاستيراد وفي حاجات كتير جدا. فاحنا الحقيقه بنركز على كل عناصر الجذب اللي موجوده عندنا، الاتاحه اللي عملتها الدوله، البنية التحتية الحقيقة على أعلى مستوى اللي هي أهلت بيها المقصد السياحي المصري، لأن طبعا شبكة الطرق والمواصلات وكل ما تم إنجازه في الفترة الماضية، تطوير المطارات، زيادة السعة الاستيعابية للطيران، الحقيقة يعني جهد كبير جدا تم بذله في الفترة الماضية، كل ده بيصب في مصلحة السياحة. وبالتالي احنا من خلال تواجدنا ومشاركتنا كوزارة السياحة ومعالي وزير السياحة والآثار يعني في الكلمة التي تم يعني إلقائها نيابة عنه، يعني دعا السادة الحضور والمستثمرين للتعرف على عناصر الجذب السياحي الموجودة في مصر والفرص العظيمة للاستثمار في هذا المجال، ومن ضمنها كمان زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق. وبالتالي المجال مفتوح، والحقيقة التسهيلات بقت الحمد لله جيدة جدا، وبندعو ان فعلا الناس كلها تشوف على ارض الواقع اللي موجود ويحصل توافق ويحصل تبادل خبرات ومنفعة. بالاضافة لما تفضلت حضرتك دكتورة سهى لما ذكرتيه من بنية اساسية وما الى ذلك، ما ماذا عن التسهيلات المتعلقة بالموافقات اللوجستية والموافقات الورقية؟ يمكن بعض المستثمرين اللي قابلتهم تحدثوا عن لابد ان تكون هناك تسهيلات في هذا الامر، خاصة الاستثمار الوافد سواء من الدول العربية او من الدول الافريقية. الحقيقه دلوقتي يعني طبعا انا شايفه ان في تحرك كبير جدا على هذا المستوى، وفي توجيهات رئاسيه بسرعه التنسيق في هذا الشان. فيما يخص مجال السياحه، الحقيقه احنا منذ فتره تم اصدار قانون المنشات الفندقيه والسياحيه، وحاليا احنا بصدد الانتهاء من اللائحه التنفيذيه. الحقيقه ده هيسهل حاجات كثيره جدا، من ضمنها يعني الشباك الواحد والانتهاء من الاوراق والتراخيص الخاصه بالمنشات الفندقيه والسياحيه في مكان واحد، والحقيقه وفي وقت قصير جدا. ان شاء الله ده هيكون عامل كبير جدا وعامل مساعد في جذب هذه الاستثمارات. يعني برضه في النهايه دكتوره، وحضور مميز ايضا سواء لقرينات بعض رؤساء الدول سواء الافريقيه او العربيه او حتى الاوروبيه منها الصربيه، ده يعني المؤتمر فرصه ايضا لما تقدمنا ذكره، فرصه للترويج للسياحه والدلاله على ان مصر ايضا بلد الامن والامان. بالظبط يا فندم، طبعا هو الحضور على اعلى مستوى الحقيقه، وطبعا المراه هي ربه الاسره وهي اللي بتشجع الاسره على السياحه والسفر وتنظيم الرحلات، وبالتالي كانت فرصه عظيمه جدا انهم يتواجدوا بهذا الكم وكمان على هذا المستوى. الحقيقه هيئه تنشيط السياحه ليها جناح، الهيئه العامه للتنشيط السياحي بتعرض فيه افلام ترويجيه عن مصر وكل ما يخص العناصر الجذب والمنتجات المختلفه السياحيه، فالحقيقه في اقبال عليه الحمد لله. والحقيقه احنا عرضنا برضو فيلم ترويجي فولو ذا سان، احدث اصداراتنا من الدعايه السياحيه مؤخرا، والحقيقه لقى اعجاب كافه الحضور، فاتمنى ان شاء الله يجيب تاثيره ويكون ان شاء الله الفتره القادمه تشهد تدفقات من الدول المشاركه وذويهم. مصر مكتوبه لابني، لابني وابنك، واجبني انك مشاركني بتبني معاك، بتبني معايا، واللي مكسور يتصلح، شاركني وحاجة
مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي التلفزيون المصري وقناه طيبه، وعلى هامش المؤتمر، مؤتمر الاستثمار العربي والافريقي والتعاون الدولي، المجتمع المدني والتنميه المستدامه الذي يعقد بمحافظه الاقصر. معنا في هذا اللقاء الاستاذ علي زين العابدين، عضو اتحاد المستثمرات العرب. استاذ علي، اهلا بك معنا عبر التلفزيون المصري وقناه طيبه. اهلا وسهلا بك يا فندم. استاذ علي، يعني من وجهه نظرك يعني كمستثمر قبل ان تكون عضوا في اتحاد المستثمرات العرب، ما اهميه انعقاد مثل هذا المؤتمر وهذا التجمع ليس فقط المحلي والإقليمي لكنه دولي أيضا؟ طبعا المؤتمر بينعقد طبعا في ظروف العالم كلها بيمر في أوقات صعيبة جدا، كنا في أوقات فيروس كورونا، طبعا كانت الاقتصاد العالمي في تضاربات كتيرة جدا، كان في انهيار كبير جدا، بعدها على طول الحرب الروسية الأوكرانية، في صعاب كتيرة جدا على مستوى العالم، وكل تقريبا الاقتصادات في مأزق مش عارفين يخرجوا منها ازاي بسبب كل الأحداث المتوالية اللي بتحصل كل يوم. طبعا مصر احنا بتعد لكل العالم هي مركز رئيسي للتجارة العالمية، مركز رئيسي للاستثمار، مركز رئيسي للصناعة، لحاجات كتيرة طبعا بفضل موقع اللوجيستي بتاعها، وهي بتنحصر بين قارة افريقيا، او بمعنى صح بوابة قارة افريقيا وبوابة قارة اسيا، وهي اللي يعتبر هي الدولة الرابطة بين قارة اسيا وبين قارة افريقيا، بين العرب وبين الافارقة. فان مؤتمر زي دوت، مؤتمر الاستثمار العرب الافريقي، يتم على الاراضي المصريه، وان اتحاد المستثمرات العرب برئاسه الدكتوره هدى يسا يبادر ان هو يعقد مؤتمر زي دوت، ويكون المؤتمر دوت بكل الحيثيه ديت وتحت رعايه رئاسه الوزراء، رئاسه المجلس الوزراء المصري، وتحت رعايه جامعه الدول العربيه، وبحضور 10 وزارات معنيه بالحدث ده، حاجه كبيره جدا جدا، وليه هيبقى ليه ان شاء الله صدى كبير جدا. وما دلالة أيضا بالإضافة طبعا مؤازرة رئيس مجلس الوزراء والرعاية والوزارات المختلفة، ما دلالة أيضا تلبية دعوات كثير من الدول سواء العربية أو الإفريقية أو الأوروبية حتى؟ طبعا دوت ليه دلالة كبيرة جدا، وأهمها هو الثقة الكاملة والثقة الكبيرة في الاتحاد، اتحاد المستثمرات العرب، وفي الاساس الثقه الكبيره في رئيسه الاتحاد دكتور هدى يسا، ودوت مش نابع من الفراغ، دوت نابع من المؤتمرات السابقه للسنين السابقه، نابع من تاريخ كبير جدا جدا لدكتور هدى يسا على مستوى العمل المجتمعي، العمل المدني، على مستوى شركاتها، وازاي ان شركاتها بتلبي احتياجات الاقتصاد المصري في عز ما كان في مشاكل كبيره في تلبيه الخامات وتلبيه الاحتياجات للسوق المصري، كانت مصانع الدكتوره شغاله بالكامل في تلبيه الاحتياجات، الفنادق، المستشفيات، لاماكن كثيره. فدوت يعني الثقه الكبيره للاتحاد هي نبع في اساسها ان احنا ناخد شرف ان احنا ننظم مؤتمر زي دوت، ويكون على مستوى الوطن العربي والمؤتمر الافريقي. مصر مكتوبه لابني، لابني وابنك، وعجبني انك مشاركني التحديات اللي حضرتك ذكرتها، منها كورونا وأزمة روسية الأوكرانية والتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أيضا بشكل عام، إلى أي مدى ممكن أن يلبي هذا المؤتمر طموحات على الأقل اتحاد المستثمرات العرب؟
هقول لحضرتك دلوقتي المؤتمر هو طبعا بينعقد في الوقت الحرج اللي العالم كله بيمر بيه. خلينا نبص على حاجه تانية تاكد بس اللي انا هقوله. في وجود سيدات اول معانا، في السيده الاولى لدوله صربيا موجوده بنفسها، السيده الاولى لدوله النيجر موجوده بنفسها، السيده الاولى لدوله موريتانيا بعت مبعوثه رسميه ليها وزيره المراه، السيده الاولى لدوله الكونغو بنفس الكلام برضو في مبعوثه ليها موجوده. يعني بمعنى اصح لا، الموضوع واخد سغم كبير جدا جدا، المستوى التمثيل على مستوى عالي جدا وعلى مستوى مشرف. الناس كلها ما بتصدق دلوقتي تتعلق باي حاجه، ما بالك بقى ان دلوقتي في مؤتمر ضخم بالضخامه ديت وبالحدث الكبير دوت بيعقد تحت مظله الاتحاد وفي مصر. فلا الامل كبير جدا، الامل كبير جدا جدا ان المؤتمر دوت بالشركات العارضه في مصاحب للمؤتمر المعرض دوت في شركات كتيره جدا في كل المجالات، مجالات نسيجيه، مجالات سجاد، ممكن حضرتك طبعا لما هتلف في المعرض مجالات وزاره التجاره والصناعه ليها 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 ستاند بتعرض فيه منتجاتها اللي هي مشاريع، هيئه تنشيط السياحه وده برضه جانب بنتكلم فيه برضه عارضه كترويج برضه للسياحه. لا يعني المؤتمر ان شاء الله ايجابياته هتبقى هو بعد الترويج للسياحه ايضا بشكل او باخر، سياحه المؤتمرات على الاقل كمان. بالظبط يا فندم، هو طبعا يعني بعد. وبعدين هقول لمعاليك حاجه يعني مهمه جدا، وجود او انعقاد المؤتمر في مدينه الاقصر اكبر، يعني زي ما احنا بنقول اكبر متحف على مستوى العالم، اكبر متحف من مفتوح على مستوى العالم، ده في حد ذاته اختيار الاتحاد واختار دكتوره بانتمائها العربي والمصري، وان هي ان المؤتمر دوت ينعقد في محافظه الاقصر في ظل الظروف برضو اللي بقول لحضرتك، وفي ظل ان السياحه يكاد يكون على مستوى العالم خلاص الناس كلها بتوفر اي حاجه دلوقتي للمعيشه للظروف الاقتصاديه، فان المؤتمر دوت يتم على الاقصر هو ده ترويج كبير جدا جدا للسياحه، في دعم من وزاره السياحه، في هيئه تنشيط السياحه حاضرين بنفسيهم، النهارده كان في كلمه لوزاره السياحه، لا يعني ما شاء الله. والدعم دعم برضه غير مسبوق من رئاسه الوزراء، ما رئاسه الوزراء رئيس الوزراء لما طلع قال انا عايز نوصل ب 30 مليار دولار السياحه في مصر، ولما جه قال السائح لو عايز لبن العصفور انا هجيبه له، ده كله يسوى ايه؟ ده احنا يعني احنا برضو خلينا نقول حاجه تاني، الاتحاد بيحقق او بيلبي الاداره السياسيه برضو في مصر بتدعو ليه، واللي الوطن العربي كله هو في الاخر نمو الوطن العربي، نمو الوطن الافريقي، نمو لكل الجهات ان احنا نخرج من المأزق اللي احنا فيه. برضو جديد في المؤتمر ان دايما المؤتمرات بتخرج بتوصيات، لكن هذا المؤتمر تقريبا في نتائج انت وقاعد، يعني ممثل الحكومه موجود، المستثمر موجود وهكذا يعني. طبعا يا فندم هو ما شاء الله في تمثيل كبير جدا من الحكومه المصريه، النهارده ست المحافظ كان موجود، النهارده وزيره الهجره بنفسها كانت موجوده، الوزيره قالت كلمه السيد رئيس الوزراء ما شاء الله كانت كلمه كبيره جدا وكانت كلمه داعمه، وهي بتتكلم الكلمه زي ما حضرتك قلت كان الكلمه نفسها فيها توصيات، اتكلمت عن المؤتمر الاقتصادي اللي هو كان لسه خلصان اول امبارح، اتكلمت على الايجابيات بتاعته، وكذلك محافظ الاقصر اتكلم على المؤتمر الاقتصادي، اتكلم عن محافظ الاقصر، اتكلم عن الاستثمار، اتكلم فلا التوصيات بتاع يعني تقريبا من اول دقائق في حلول في نفس التوقيت، النقاشات مع الـ احنا عندنا 30 دوله مدعوه، عندنا فوق ال 350 مدعو ومشارك، مؤتمر ضخم ومؤتمر كبير، اللقاءات البي تو بي اللي حاصله، اللقاءات اللي في الفندق، امبارح بالليل كان في العشاء الترحيب بالوفود، الناس كلها اجتمعت مع بعض، مش عايز اقول لحضرتك يعني النتائج والايجابيات آنية، وفي نفس الوقت الحمد لله والنهارده الكل كان بيثني، يعني كل الجهات الرسميه، ممثل جامعه الدول العربيه قال كلمه جميله جدا واثنى على الاتحاد وعلى دكتور هدى بالمجهود الكبير اللي هي لا تأنو عنه ليل ولا نهار على مدار ال 24 ساعه، فعلا كان كل هدفها ان الاتحاد ويبقى المؤتمر يبقى حاجه مشرفه للاتحاد والمصر وللوطن العربي والافريقيا، وده حاجه بتمثلنا كلنا. مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك، وعجبني انك مشاركني بتبني معاك، واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. طوبة فوق طوبة وابني، مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك، وعجبني انك مشاركني بتبني معاك.
مشاهدينا اعزائي مشاهدي التلفزيون المصري وقناه طيبه، وعلى هامش مؤتمر الاستثمار العربي والافريقي والتعاون الدولي، طبعا المجتمع المدني والتنميه المستدامه الذي يعقد بمحافظه الاقصر. معنا في هذا اللقاء الفنان الجميل جلال غالي. طبعا جلال يمكن مش فنان فقط، ولكن ايضا هو يعني يجمع بين الخيرين، بين الاستثمار وبين الفن. استاذ جلال اهلا بك معنا عبر قناه طيبه. اهلا وسهلا، اهلا بيك. ادينا فكره للساده المشاهدين عن الفنان جلال غالي، بدايه الفنان جلال غالي، مدرسه الفنان جلال غالي الفنيه ايه؟ والله انا شايف ان الفنان مش شرط ان هو يقدم لون واحد من الاغاني او لون واحد من الموسيقى. فانا بحب الاغاني الغربيه والاغاني العربيه، بحب الاغاني الهاديه، بحب اغاني كل الناس ضدها دلوقتي، مع ان كل الناس بيحبوها، اغاني المهرجانات بحبها برضه. فهو برضه في الفتره الاخيره كان تم تقييمها، وكم يعني من خلال النقيب الجديد الاستاذ مصطفى كامل، وكان حتى الاستاذ الدكتور مصطفى في يشارك في هذا التقييم، وقال ده لون برضه يعني في ناس بتحبه. يعني طبعا هو طالما ان الاغاني ما فيش فيها اي نوع من انواع الاسفاف، وهي في الاخر بتحترم القواعد الموسيقيه اللي الناس عارفينها، فبغض النظر عن طريقه تقديمها او بغض النظر عن نوع الموسيقى او شكل الموسيقى، فهو فن، والفن فيه دايما اختلاف في الاذواق، ودي حاجه حلوه. يعني ممكن حاجه تكون بتعجبني جدا موسيقيا او لوحه تعجبني جدا، بس ممكن ما تعجبكش، فهي اذواق، واختلاف الاذواق دي حاجه صحيه. يعني خلال البزنس والاستثمار بياخد وقت في التفكير وفي الجهد والفن ايضا بياخد وقت، الاثنين بياخدوا وقت. وده دي الحيره، ازاي بتتخلص من هذه الحيره؟ والله انا بحاول اخصص الوقت، يعني بحاول اقسم وقتي بشكل يكون زي ما قلت لك، هو بالنسبه لي الفن هي هوايه، فهو وقت راحتي ووقت اجازتي ووقت متعتي هو ده الوقت اللي انا بقضيه في الاستوديو. وطبعا طول يعني الصبح ببقى في الشغل يعني. ف نرجع للنور، بمن يتاثر الفنان جلال غالي؟ يعني كل واحد، احنا حتى في الميديا مثلا بيبقى لنا اساتذه ولنا يعني ناس بنتعلم منهم بالتاكيد، وده شيء كويس بالتاكيد يعني، ولا ليك لون مختلف يعني؟ والله ما اقدرش اقول اسم حد معين، يعني اتاثرت بكل الفنانين اللي اتعلمنا منهم على مدار العصور، ما اقدرش ان انا اقول اسم حد بعينه، لانه برضو زي ما قلت لك انا بحب اشكال من الموسيقى مختلفه، منها الغربيه ومنها العربيه، منها المصريه، منها الخليجيه، منها اللبنانيه. فما نفسك هل بتلاقي نفسك في منطقه معينه في النهايه ولا؟ انا شخصيا لو بعمل اغنيه لي انا بحبها، بحب الاغاني الرومانسيه الهاديه، بس طبعا انت عارف اي فنان يهمه انه يقدم فن الناس كلها تسمعه او يوصل للناس. ف ومع الاسف يعني الذوق العام النهارده ما بيحبوش الاغاني الهاديه. فلما بعمل رايي يعني الشخصي على فكره، الصدق بيوصل لكل الناس بغض النظر عن حتى لون الاغنيه، طالما في صدق بيوصل، الاحساس بيوصل للناس. انت عارف هو الفن برضه موضه، يعني في موضه في كل حاجه، في التمثيل في موضه، في الاغاني في موضه، في البرامج في موضه، صح؟ فهي الموضه الفتره ديت نوع معين من الموسيقى، مش هي الموسيقى الهاديه ولا الرومانسيه. بس والله رغم كده يا استاذ جلال، يعني بتلاقي اطفال صغيرين جدا وسن صغيره، ويقول لما تقول له غني يروح يغنيك حاجه من القديم. يعني هي برضه مش 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 مالهاش ضوابط ومالهاش معايير. اكيد طبعا هي اذواق زي ما قلنا. نرجع للمؤتمر، وانت شايف بقى كمستثمر يعني المؤتمر ده ممكن يقدم ايه؟ انا بقول احنا في الوطن العربي عندنا ميزه كبيره قوي قوي، ان احنا كلنا بنتكلم عربي. يعني تعال شوف كده اوروبا، في الاتحاد الاوروبي بيتكلموا انجليزي وفرنساوي واسباني وايطالي، ورغم كده عملوا الاتحاد الاوروبي. طب احنا في الوطن العربي كلنا بنتكلم عربي، وكلنا عندنا نفس العادات والتقاليد، وقريبين جدا من بعض. يعني السفر ما بين دول عربيه مش مكلف، ولا هي مسافات بعيده او كده، فعندنا فرصه ان احنا نتعاون مع بعض. دي اول نقطه. تاني نقطه، عندنا كل الموارد، واهم الموارد هي الموارد البشريه في مصر تحديدا، وفي الوطن العربي في عندنا الموارد البشريه، وعندنا الخامات، وعندنا الاستعدادات الكامله لكل التطور في الصناعه والتجاره. واهم حاجه بقى ان احنا عندنا الاسواق. فالوطن العربي هو هدف كل الشركات العالميه، ان هم يجوا يكون ليهم تواجد في الوطن العربي، لانه سوق غني، سوق كبير يعني، غني وكبير.
فاحنا عندنا الموارد البشرية، عندنا المصادر، وعندنا الأسواق. مشاهدينا الاعزاء، اصدقائي الشباب، كنا معا من داخل مؤتمر الاستثمار العربي والافريقي والتعاون الدولي المجتمع المدني والتنميه المستدامه الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العربي مدينه الاقصر الى ملتقى في حلقه متجدده من برنامجكم يلا شباب. هذه تحيات معد البرنامج الزميل احمد مصطفى، مدير التصوير والمخرج سيد بوشناق، وهذه ارق تحياتي والى اللقاء.